السلام عليكم. احنا دلوقتي هنعمل ريفيجن على البيليري سيستم كله from A to Z. فالحابب كده it's okay. الحابب ان هو يسكيب دايركتلي على the most important points اكيد you're more than welcome. The most important points هي الاناتومي والجول بلادر ديزيزز including الستونز بالاكيوت كوليسيستيتس بالكومن بايل داكت ستونز والobstructive jaundice او السيرجيكال jaundice والكوليسيستيكتوم. هنبدأ أول حاجة بالأناتومي of البيليري تراكت. البيليري تراكت مفروض إن هو معمول من حاجتين، معمول من الجول بلادر والبيليري تري. دي أهي الجول بلادر وده البيليري تري. طيب مفروض إنه أول حاجة نتكلم عليها هي الجول بلادر. الجول بلادر دي إيه؟ دي مفروض انترا ابدومينال انترا بريتونيال أورجن، تمام؟ و بير شيبد اورجن، عشان كده احنا حاطين صوره الكوميترا لانه شبه البير او الكوميترا. الدايمنشنز بتاعته مش مهمه قوي، بس اللي يهمني قوي في الارقام الموجوده هنا هو النورمال وول ثيكنس والنورمال كاباسيتي. النورمال وول ثيكنس المفروض ان هو من 1 تو 2 ملم. طب ليه ده مهم؟ ده مهم عشان لما اجي كلينيكالي ابص على الترا ساوند بتاع حد ولاقي انه الوول ثيكنس بتاعت الجول بلادر اكتر من 2 ملم، ده بيديني indication ان انا عندي chronic cholecystitis، يعني حصل inflammation كذا مرة لمدة طويلة، ده أدى بين هو يعمل thickening للwall of the gallbladder. بالنسبة للnormal capacity، فالnormal capacity 50 مليليتر. ليه؟ مفروض ان gallbladder ده organ بيحتفظ او بيستور البايل، فnormally بيحتفظ ب 50 ملي. لو حصل له obstruction فحصل له ديستنشن وقعد يحوش في البايل اللي هو بيصنعه وبيستورت لغايه ما يطخن ويديستند لغايه ما يوصل ل 300 مليليتر. اكتر من كده مش هيقدر يستحمل، فالجول بلادر ممكن تفرقع وتبرفوريت وتبقى حاله ايمرجنسي. طيب فين بقى بالظبط الجول بلادر موجوده جوه انترا ابدومينال انترا بريتونيال؟ ده موجوده على الفيسرال سيرفيس بتاع الليفر، بالظبط في البلان، يعني المكان اللي هيقسم لي الليفر into surgical loops into right and left surgical loop. ليه أسماء تانية اسمها cystic plan، اسمها liver bed، اسمها gall bladder fossa، fossa يعني groove، أو عند segment number 4 و 5 of the liver. يعني إيه الكلام ده؟ لو هنبص على cadaveric picture للليفر هنلاقي إنه دي gall bladder، وده لو تلاحظوا هنا عامله زي ما يكون حفره او بدايه حفره، هو ده الفصه، هو ده الجول بلادر فصه اللي الجول بلادر نايمه فيه. نيجي للصوره دي، الصوره دي صوره الليفر سيجمنتس للناس اللي لسه ما عملتش الاناتومي اوف ذا ليفر. هنلاقي انه الليفر المفروض سيرجيكالي متقسم ل 8 لوبس. اللوب نمبر 1 موجود اون ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، بقيه اللوبس من 2 تو 8 موجوده اون ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. الليفت لوب عنده سيجمنت نمبر 2 وسيجمنت نمبر 3، اما من اول سيجمنت نمبر 4 لغايه 8 كلوك وايز كده مترتبين، ده موجوده على الرايت لوب. سيجمنت نمبر 4 المفروض ان هي متقسمه لتو سيجمنتس، متقسمه ل 4A موجوده فوق و 4B موجوده تحت. طيب الجول بلادر بقى فين من القصه دي كلها؟ الجول بلادر موجوده على سيجمنت نمبر 4 وسيجمنت نمبر 5. لو احنا عايزين يعني نبقى بريسايز اكتر، فموجوده على سيجمنت نمبر 4B وسيجمنت نمبر 5. المفروض ان انا عندي الجول بلادر دي اللي هي البير شيبد اورجن، المفروض ان هي متقسمه ل 4 بارتس، فاندس وبادي وانفانديبلم ونك. الفاندس هو ده المكان اللي احنا بنحسه لما نيجي نعمل بالبيشن للجول بلادر، هو ده المكان اللي احنا بنجيب سيرته في السيرفيس اناتومي بتاعت الجول بلادر. يعني لو نشوف هنا في الرسمة، أنا عندي هنا ده كده الكوستال مارجن بتاع الراجل اللي قدامي، وعندي هنا الميد لاين. فين الجول بلادر؟ أهي مرسومة موجودة في المكان ده. ده كده إيه كروكي كده على الصورة قدامنا. بس لما حد يسألنا بالظبط إيه هو السيرفيس أناتومي أوف الفندس بتاع الجول بلادر أو سيرفيس أناتومي أوف ذا جول بلادر، هقول اللي بيتحس هو الفندس. والفندس سيرفيس أناتومي إز آت ذا تيب أوف ذا أنجل أوف ذا رايت 9th postal cartilage. تمام؟ مهم قوي نقول الكلمة دي أو الجملة دي ودي بتتسأل فيها.
طيب هنيجي بعد كده نتكلم عن البادي. البادي اوف ذا جول بلادر هو البارت اوف ذا جول بلادر اللي بيتيك معظم الجول بلادر بيد او الجول بلادر فوسه. والبادي ده هو اللي بيبقى اكتر مكان ان كونتاكت مع الديودنم. بعدين نيجي نتكلم على الانفانديبلم. الانفانديبلم ده الانجوليتد بارت بتاع البادي اللي واخد اكتريه البوستيرير سيرفيس بتاع البادي. والانفانديبلم ده مهم ليه؟ عشان الموست كومن سايت اوف امباكشن اوف ستونز، يعني الموست كومن سايت الستون فيه هتقف وتتحشر هو الانفانديبلم. ولما يحصل كده الانفانديبلم هيدستند شويه، فلما يدستند بنسميه هارتمانز باوتش. فدي برضو حاجه مهمه، وات ذا موست كومن سايت اوف ستون امباكشن؟ انفانديبلم او هارتمانز باوتش. بعدين عندي النك. النك ده الاس شيبد كيرف of the gallbladder اللي بيكونكت الجولبلادر مع السيستيك دكت. طيب نيجي نتكلم على الاناتومي اوف ذا بيليري تري. المفروض ان انا عندي بيليري تري متقسمه ل انترا هيباتيك تراكت واكسترا هيباتيك تراكت. الانترا هيباتيك تراكت هو ده بيبدا من اول السكريتوري يونت بتاعه الليفر اللي هتصنع لي البايل. فانا عندي معمول من الهيباتوسايتس والبيليري ابيثيليال سيلز اللي حواليها ومن البيري بيليري جلاندز. كل دول هيصبوا البايل في البايل كانيليكولاي. البايل كانيليكولاي هتصبوا في مواسير اكبر منها شويه بنسميها البايل داكتس او الكانال اوف هيرنج. البايل داكتس دول هيتجمعوا مع بعض ويعملوا لي الرايت والليفت انترا هيباتيك بيليري داكت. بعدين الرايت والليفت انترا هيباتيك بيليري داكتس دول هيتجمعوا مع بعض عشان يعملوا لي الكومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت دي بدايه الاكسترا هيباتيك تراكت. موجوده فين؟ موجوده عند الهيباتيك بلفس او ليه اسم تاني اللي هو البورتا هيباتس. ده المكان اللي بيدخل منه ويطلع البلاد فيسلز. الكومن هيباتيك داكت مفروض ان هي بتريسيف السيستيك داكت عشان يعملوا لي حاجه اسمها كومن بايل داكت. السيستيك داكت دي لما اجي افتحها هلاقي ان فيها حاجه مميزه. الميكوزا بتاعتها مش ستريت كده، لا دي ثرون انتو فولز، يعني متطبقه، عامله لي حاجه اسمها سبايرال فولف اوف هيستر. نيجي بعدين بقى نتكلم على الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت في بعض الاماكن يجي يقول لك ان هي متقسمه لفور بارتس، وبعض الاماكن الثانيه يجي يقول لك ان هي متقسمه لثري بارتس. احنا هنمشي زي كتاب كان كاتب ان هي متقسمه لفور بارتس. مين هما؟ سوبرا ديودينال بارت اللي هي الحته دي اللي هي فوق الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، وبعدين عندي ريترو ديودينال بارت ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، وبعدين عندي ريترو بانكرياتيك اللي هو شويه ورا البانكرياس، وبعدين عندي انترا ميورال اللي هو جوه السكند بارت اوف ذا ديودينم. السوبرا ديودينال بارت ده عباره عن 2.5 سنتي وموجود على الفري مارجن اوف ذا ليسر اومنتوم. تاني حاجه مهمه في البارت اوف ذا كومن بايل داكت هو الانترا ميورال بارت. 75% من الكومن بايل داكت بتيونايت مع المين بانكرياتيك داكت ويفتحوا في الميدل بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديودن. الكلام ده مهم وبيتحفظ. طب بيتفتح فين؟ يتفتح على ميجر بابيلا، حاجه كده مرفوعه موجوده في الميكوزا، ويعمل لي حاجه اسمها الامبولا اوف فيتر. طيب لكن في اكسبشنز، انه 25% من الكومن بايل داكتس they open directly في الجدرم من غير ما يعملوا union مع المين pancreatic duct. بعدين بقى في حاجة مهمة قوي في الاناتومي هنا، which is the triangle المرسوم ده. triangle المرسوم ده اسمه callus triangle أو cystohepatic triangle. ليه مهم؟ عشان في حالات الكوليسيستكتومي أنا لازم identify التريانجل ده قبل ما proceed في أي حاجة في العملية. ليه؟ عشان الكالوس ترينجل ده جواه important structures بيتسأل فيها وهنتكلم عليها دلوقتي. أول حاجة أنا عايزة identify أصلاً تريانجل، فعايزة أعرف البوردرز. السوبيريور بوردر بتاع التريانجل معمول من الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. الميديال بوردر معمول من الكومن هيباتيك داكت، والانفيريور بوردر معمول من السيستيك داكت. طيب ايه الكونتنتس؟ مرسومة هو السيستيك اوردر، بس في حاجات تانية زي الرايت هيباتيك اوردر، وعندي هنا شويه ليمف نودز. الليمف نودز دي بتدرين الجول بلادر، بسميها سيستيك ليمف نودز او ليها اسم تاني اسمه الليمف نود بلاند. وكأي حاجه في جسمنا
في بقى الحاجات السبورتيف زي الكونكتيف تيشو والليمفاتكس. نيجي بعدين بقى نتكلم بلاد سبلاي وايز. خلينا هنا نبص على الرسمه، ده السيلياك ترانك. طيب السيلياك ترانك ده اعرفه عشان في شويه دكتورز بيسالوه في الحته دي، انه it is the first major branch of الابدومينال اورتا. السيلياك ترانك ده بيطلع ويطلع لي الهيباتيك ارتري. الهيباتيك ارتري ده هيديني السيستيك ارتري. السيستيك ارتري ده هيروح يسبلاي الجول بلادر ويسبلاي ذا upper part of الاكسترا هيباتيك تراكت. اللور بارت اوف ذا اكسترا هيباتيك تراكت هيبقى سبلايد ب تو ارتريز، واحد موجود عند الساعه 3 وواحد موجود عند الساعه 9 اسمه الجاسترو جودينال ارتري. يعني ايه الساعه 3 والساعه 9؟ في السيرجري لما نيجي نحاول نديسكرايب مكان حاجه ما بنقولش ساعات رايت وليفت، اب وداون، سوبيريور بوستيرير، انفيريور، الحاجات دي ممكن نشوفها على حسب الساعه. يعني نتخيل هنا ان انا عندي دايره وببص على الساعة، فإحنا عارفين لو حد بص على الساعة بتاعته كده هيلاقي إن الساعة 12، 1، 2، 3، 4 and so on. فالمكان ده مكان الساعة 3 والمكان ده مكان الساعة 9. طيب سؤال كمان ممكن يتسأل، الجاسترو جودينال أورتري ده برانش من إيه؟ برانش from the common hepatic artery. بعدين بقى نيجي نتكلم على الفينس درينج. الفينس درينج بيتعمل بحاجتين، عندي cystic vein طالع من الجول بلادر هيروح يدرين في الرايت برانش اوف ذا بورتال فين، وعندي سمول فينز هيدرين دايركتلي في الليفر بيد. نيجي شويه كلام نظري، الليمفاتيك درينج زي ما اتفقنا ان احنا عندنا الليمف نود اوف لاند او عندنا سيستيك ليمف نودز ودي موجوده في كالوتس تراينجل، وعندنا بقى حاجه جديده اسمها كوليسيستو ريترو بانكرياتيك ليمف نودز. دي ايه دي؟ من اسمها كوليسيستو موجوده عند البيليري تراكت، ريترو بانكرياتيك يعني موجودة كمان وراء البانكرياس. نيجي نتكلم عن نيرف سبلاي. في أي حاجة في جسمنا عندنا parasympathetic fibers وعندنا sympathetic fibers. parasympathetic fibers ده الفايبرز بتاع الريلاكسيشن. أنا دلوقتي واحدة هادية وريلاكس ولسه بقى متغدية وعايزة أهضم، فعشان أهضم لازم الجول بلادر تطلع لي بايل، عشان البايل ده هيساعد في digestion of fat. فعشان الجول بلادر تطلع البايل لازم الجول بلادر تو كونتراكت. مين هيعمل كده؟ حاجتين، نيرفس ستيميليشن وكيميكال او هرمونال ستيميليشن. النيرفس ستيميليشن جاي من الباراسيمباثيك فايبرز اللي طلع من الانتيريور فيجل ترانك، والهرمونال ستيميليشن جاي من الكوليسيستوكاينين هرمون. طب هل الباراسيمباثيك فايبرز بتاثر على السفنكتر اوف اودي؟ الافكشن از فاريبل اند ستيل نوت نون. نيجي بعدين نتكلم على sympathetic fibers. sympathetic fibers بقى هتعمل عكس parasympathetic. انا دلوقتي في حاله sympathetic system، انا في حاله stress، فانا هاكل بقى في الاسترس وهقعد اهضم وكده، لا ما عنديش وقت، انا I'm stressed. فده هيعمل العكس، مش هيعمل contraction، يعني هيعمل relaxation of the gallbladder. sympathetic fibers دي طالعه من الcelial plexus، هتتنقل عن طريق ال great splenic nerves وهتمشي مع ال blood vessels عشان تروح للgallbladder. طيب الجول بلادر مثلا لا قدر الله اتسدد بستون وكبرت، لما تكبر هتعمل ستريتشنج للكبسول بتاع الاورجن، فلما تعمل كده هتستيميليت السبلانشينك نيرفز. السبلانشينك نيرفز دي هتكاري الامبلسز انه خلي بالك يا جسمي البارايتال تيشو اللي حوالين جول بلادر ستريتش، فهتروح تبعت الانفورميشن دي لتي 7 لتي 10. فالسنسوري سبلاي بيروح على تي 7 and تي 10. يبقى احنا كده خلصنا اناتومي. نيجي بعدين بقى نتكلم على الكونجنتال انوميليز. الكونجنتال انوميليز اوف البيليري سيستم كله على بعضه ما بيتعداش ال 10%. لو هنيجي نتكلم على الجول بلادر احنا عندنا 6 انوميليز سهلين، دونت وري. مثلا عندنا اول انوميلي اهو في الصوره، فين الجول بلادر؟ حد لاقيه؟ ده ليفر، ده السي شيبد بارت اوف ذا ديودينم، مش شايفين جول بلادر، فبالتالي absent جول بلادر. الصورة دي اهو الجول بلادر، بس ايه المشكلة فيها؟ انه هنا في كينكينج للفندس، فسميناها فريجين كاب. طب ليه سميناها فريجين كاب؟ عشان الصورة دي شبه الهات دي او الكاب دي. الكاب دي في اللغة اسمها فريجين كاب، فتسمت على اسمها.
طيب شايفين ايه هنا؟ عندي دبل جول بلادر، عندي دبل كافيتيز، دبل داكتس، فبالتالي دبل جول بلادر انوملي. كل دول ما لهمش سيجنيفيكانس على فكره. مين بقى المشكله بالنسبه لنا؟ هو المنظر ده. المنظر ده انا عندي فلوتنج جول بلادر. الفلوتنج جول بلادر دي مشكلتها ان هي اي حاجه تبقى فلوتنج ومش فيكست في مكان عرضه ان يحصل لها تورشن وتلف حوالين نفسها، فتعملي بقى جنجرين وبرفوريشن وكومبليكيشنز وامرجنسيز، فدي مشكله. This is dangerous، بنسميها فلوتنج جول بلادر. المنظر ده شايفين ايه؟ المفروض ان انا عندي جول بلادر موجوده عند الرايت هيباتيك لوب، لقينا ان هو موجود اون ذا ليفت سايد، فبالتالي ليفت سايدد جول بلادر. شايفين هنا ان الجول بلادر موجوده جوه الليفر، سميناها انترا هيباتيك جول بلادر. بالنسبه للسيستيك داكت انوميليز، المشكله بتاعت السيستيك داكت انوميليز انه المفروض ان احنا في الكوليسيستكتومي بنعمل ايدنتيفيكيشن للسيستيك داكت عشان اعمل لها ليجيشن واقفلها، بحيث ان انا اشيل بعد كده الجول بلادر كلها على بعضها. طيب لو انا عندي انوميليز في السيستيك داكت وانا مش عارفه ايدنتيفاي مكانها، او ما اعرفش ان البيشنت ده عنده انوميلي، فاي حاجه بتبقى مكان السيستيك داكت اللي انا متعوده عليه في النورمال انديفيديوالز هعمل لها ليجيشن وما تطلعش سيستيك داكت، فيحصل كومبليكيشن. هي دي الفكره. فمثلا هنجيب مثال اول واحده. هنا انا عندي جول بلادر اهي، والارو هنا مشاور على الكومن هيباتيك داكت. فين السيستيك داكت؟ مش موجوده، فبالتالي ابسنت سيستيك داكت. بص هنا هنلاقي ان انا عندي اهو ده كده الكومن هيباتيك داكت مكمل كومن بايل داكت. فين السيستيك داكت اهي؟ المفروض ان احنا عندنا الرول بقى من اناتومي انه السيستيك داكت بيونايت مع الكومن هيباتيك داكت يعملوا لي الكومن بايل داكت، بس هو هنا عمل له انسرشن دخل على طول تحت، فبنسميه له انسرشن سيستيك داكت. فهنا مثلا لما اجي انا اعمل كوليسيستكتومي انا ممكن اتلخبط واقفل الكومن هيباتيك داكت بدل الكومن بدل سيستيك داكت، وساعتها هيحصل كومبليكيشنز. ده هنا السيستيك داكت بدل ما يفتح في الكومن هيباتيك داكت فتح في الرايت برانش اوف ذا انترا هيباتيك داكت. طيب بالنسبه للهيباتيك داكت انوميليز نفس الفكره بالظبط بتاعت السيستيك داكت انوميليز. لما بيكون عندي انوميليز في المكان بتاع الهيباتيك داكت ممكن اتلخبط ما بينها وما بين السيستيك داكت واقفلها هي. لما اقفل الهيباتيك داكت الليفر مش هيعرف يعني يفضي البايل اللي جواه، فيحصل كومبليكيشنز في الليفر ودي تعتبر كاتاستروفي. فانا هنا عندي اهو السيستيك داكت وهنا عندي الكومن هيباتيك داكت رايت اند ليفت انترا هيباتيك داكت. امال ايه ده؟ ده حاجه زياده بسميها اكسسوري هيباتيك داكت. ده انا شايفه اهو سيستيك داكت وشايفه فيه حاجتين فاتحين فيها، ده الرايت هيباتيك داكت وده الليفت هيباتيك داكت. بدل ما يفتحوا ويعملوا لي كومن هيباتيك داكت لا فاتحين لي في السيستيك داكت اهو هيباتيك داكت انتر سيستيك داكت. طيب من الكومبليكيشنز او الانوميليز المهمه عندنا هي البيليري اتريزيا. البيليري اتريزيا ده بيحصل في واحد كل 10,000 لايف بيرد، واحنا اكشلي مش عارفين ايه سببه. بنقول ممكن ديورينج البريجننسي بيريد يكون حصل انفلاماتوري بروسيس في تكوين البيليري تري خلت البيليري تري تقفل to some extent. فسم اكستنت ده نوعين، يا كوركتبل تايب يا النون كوركتبل تايب. للاسف الشديد النون كوركتبل تايب هو ذا موست كومن تايب اوف بيليري اتريزيا، بيحصل في 90% من الحالات. كل البيليري تري الاكس هيباتيك بيليري تري بتبقى كومبليتلي اوكلودد كومبليتلي مقفوله، عامله زي الكورد لايك ستراكشر اللي هو عامله زي ما يكون خيط. وراز الكوركتبل تايب ده الليست كومن تايب، بيحصل بس في 10% من الحالات. بيبقى عندي شويه حته بيتنت من الاكس هيباتيك داكت بتكومنيكيت مع الانترا هيباتيك بيليري تراكت. كلينيكال بيكتشر ايه؟ ممكن البيبي اول ما يتولد يبقى شكله نورمال، بعدها بكام يوم او كام اسبوع يقلب اصفر يبقى جوندس، يحصل له ابدومينال ديستنشن هيباتوميجالي، مع الوقت يحصل سبينوميجالي. فده انا لازم اعمل له ديفرنشال دايجنوزز بليستة الحاجات اللي بتعمل نيونيتال جوندس. يعني مثلا فيسيولوجيكال جوندس دي طبيعي تحصل وبتروح مع نفسها. في حاجه اسمها البريست ميلك جوندس دي بتحصل مع الرضاعه توتالي بتروح مع نفسها مش بنتدخل خالص. هيموليتيك ديزيز
لو البيبي RH negative أنا أسفة RH positive والمذر RH negative، لو البيبي عنده viral hepatitis، لو البيبي عنده viral infection and so on. فبنشخص إزاي؟ لما حد يقول لك أو يقول لك إيه هي الدايجنوزز، عملتي دايجنوزز إزاي؟ مش بننط على الانفستيجيشن، بنقول الأول الكومبلين ونقول الكلينيكال بيكتشر وبعدين بنقول انفستيجيشنز. عودوا نفسكم في بطن أو جراحة بنجاوب بالطريقة دي. طيب الانفستيجيشنز، عندي سيرم بيليروبين هيبقى عالي، والدايركت بيليروبين هيبقى عالي قوي لدرجة إن هو أكتر من نص التوتال بيليروبين. هنعمل هيدا سكان تو هيلب أس دايجنوز، بس احنا بنكونفيرم باي ذا لابراتومي. يعني ايه لابراتومي؟ يعني انا فتحت العيان وشفت بعينيا الكورد لايك ستراكشر. امال ايه هو الهيدا سكان؟ الهيدا سكان صورته مش علينا خالص، بس عشان نفهمه فكرته، الفكره علينا انه انا عندي هحقن البيبي بريديو ايزوتوب، يعني ماده هتنور هي فيها ريديو اكتيف ماتيريال، ولما انا اجي اصورها بكاميرا اسمها جاما كاميرا هتنور. فانا دلوقتي الفكره كلها انه انا حقنته، فهستنى الداين هي تطلع من الليفر وتروح على الانتستين ثرو البيلري تراكت. فلو هي مسدوده مع الوقت مش هيكون في اي لون، اما لو حصل لون وشفت ان هي عدت من الليفر وراحت للانتستين معنى كده ان السكه مش مسدوده، السكه سالكه، فما فيش بيلري اتريزيا. طب لو فضلت الصوره زي اول واحده كده يبقى في بيلري اتريزيا. تمام؟ طيب التريتمنت ديبندز بقى، هل انا بتكلم على الكوركتبل تايب ولا بتكلم على النون كوركتبل تايب؟ لو انا بتكلم على الكوركتبل تايب يبقى انا هعمل انستوموزز ما بين الحته اللي فاضيه او البيتنت من الاكس هيباتيك بيليري تراكت و الجيجنن. طيب لو نون كوركتبل عندنا حاجتين، كساي اوبريشن بنحاول نعملها، ولو فشلت هنعمل ليفر ترانسبلانتيشن، وساعتها الليفر ترانسبلانتيشن از ذا تريتمنت اوف تشويس. يعني ايه كساي اوبريشن؟ كساي اوبريشن هو المنظر ده، بنسميه اسم تاني هيباتو بورتو انتروستومي. يعني ايه هيباتو؟ يعني ليفر، بورتو عشان ليها علاقه بالليفر، وانتروستومي ليها علاقه بالانتستين. ساعتها انا هاخد الجوجنن وهخيطه في اي حاجه فاضيه او بيتنت اقدر اجيبها من البيلري كانريكولاي اللي جوه الليفر. لو ده فشل وهو للاسف بيفشل في معظم الحالات، ساعتها هنضطر ان احنا نعمل ليفر ترانسبلانتيشن. طيب من ضمن الانوميليز الكوليدوكال سيست. ايه هو الكوليدوكال سيست ده؟ الكوليدوكال سيست ده عباره عن السيمتريك فيوزيفورم دايليتيشن. كلمه فيوزيفورم يعني الحاجه دي قدامي دايليتد منفوخه، سيمتريك اللي من الجنبين قد بعض شبه بعض. اوف الكومن بايل دكت، الحاله دي بتبقى more common في الفيميلز، more common في الchildren اللي أقل من 10 سنين. تيجي البنت مصفرة، تيجي تشتكي إن هي عندها وجع في الرايت هايبوكوندريوم، نيجي نمسكه نحس ماس في الرايت هايبوكوندريوم. بسبب إن المكان ده dilated، زي ما كده إحنا يكون عندنا إيه؟ لما يكون عندنا مثلا زحمة، والزحمة دي الباب مسدود بس المكان واسع، فالناس هيحصل لها ستيزس، هتبقى واقفة في مكانها وما تتحركش. نفس الفكره بيحصل مع البايل، ان البايل هنا بيتعرض لستيزس، فلما يتعرض لستيزس بيبقى راكد، لما يركض بيبقى عرضه ان البكتيريا تيجي تعيش فيه وتتكاثر، فده بيعمل لي ايه؟ انفكشن. الانفكشن هيعمل ايه؟ بايركسيا، يعني فيفر، فالبنت يجي لها ريكيرنت اتاكس اوف بايركسيا، وده انا بسميه كولانجايتس، يعني الانفكشن اوف ذا بيلي تري. التريتمنت بتاعت الحاله دي ان انا هعمل اكسجن للسيست، وبعدين هوصل البيلري تراكت اللي باقي مع الجوجنن، عشان كده بسميها كوليدوكو جوجنوستوم. باي ذا واي الصوره دي صوره اي ار سي بي، عرفنا ازاي؟ عشان ده اهو الاندوسكوب بس وانا شايفه حته من البيلري تراكت، يبقى خلاص اي ار سي بي. اي صوره بشوف فيها الاندوسكوب يبقى على طول ده اي ار سي بي. اخر حاجه بقى في الانوميليز الهيباتيك سيست، هيباتيك ارتري اند سيستيك ارتري انوميليز. اهم حاجه نعرفها فيهم حاجتين، اكسسوري سيستيك ارتري هو الموست كومن، ان يكون عندي سيستيك ارتري زياده، والكاتربيلر انوميلي. الكاتربيلر انوميلي مهمه قوي في حالات الكوليسيستكتومي، عشان في الكوليسيستكتومي انا لازم ولا اعور كومن هيباتيك داكت ولا اعور الكومن بايل داكت
ولازم اعمل ليجيشن للسيستيك ارتري. طيب لو انا بقى عندي رايت هيباتيك ارتري ده معدي قدام ورا الكومن هيباتيك داكت او الكومن بايل داكت، ممكن اعوره من غير قصدي عشان انا اصلا ما اعرفش ان هو موجود هنا عشان دي انوميلي. الحاله دي اسمها كاتربيلر انوميلي. نيجي بعدين بقى نتكلم على تاني حاجه مهمه في البيلري تراكت، which is الكلينيكال سيناريوز اوف جول بلادر ديزيز. مش كل واحده تيجي تقول ان انا عندي المراره يبقى هعملها كل سيستكتومي، ومش كل واحده تيجي انا تقول انا عندي المراره يبقى انا معانا كده ان هي عندها اكيوت كوليسيستايتس. لا خالص، ممكن الواحده يكون عندها جول بلادر ديزيز وتبقى توتالي اسيمتوماتيك، وممكن يبقى عندها بين وتدخل في اكيوت اتاك اكيوت كوليسيستايتس، ممكن تيجي بلوتد، وممكن تيجي تشتكي من ريفلكس بعد الاكل، وممكن تيجي مسفره بالمنظر ده. طب ده كله ايه سببه؟ يعني ايه البيزز او السبب الرئيسي لكل المشاكل دي ان هي تحصل؟ اول حاجه ريسك فاكتورز. الريسك فاكتور انه حد يجي له جول بلادر ديزيز حاجه بنسميها 5F، ان البيشنت يبقى فيميل، ادي اول F، تبقى في الفورتيز يعني في الاربعينات بتاعتها، تبقى عندها فات كتير اهو تالت F عشان اوبيز، تبقى فيرتايل رابع F يعني تقدر ان هي تحمل وتخلف، يعني عندها استروجين وبروجستيرون كتير يعني ممكن تبقى بتاخد اورال كونتراسبتيفز، فير يعني ايه فير؟ يعني شعرها اصفر وبيضه، يبقى دي كده ايه؟ عشان كده مور كومن في الويسترن كونتريز، عشان كده الجول بلادر ديزيز مور كومن ان ذا فيميلز، ذا ميلز ريشيو 3 تو 1. كمان لو احنا هنزود على ال 5 FF كمان، فانا عندي فاميلي هيستوري عشان الناس اللي their parents وsiblings يعني اخوات كانوا عندهم جول بلادر ديزيز هم كمان معرضين ان يجي لهم جول بلادر ديزيز. طيب ايه هو بقى الجول بلادر ستونز اللي هي اصلا راس المشكله بتاعه كل الجول بلادر ديزيزز ان ذا ماجوريتي اوف ذا كيسز؟ عندي ثلاثه تايبس، عندي البيور كوليسترول ستونز، وعندي بيجمنتد ستونز، وعندي حاجه اسمها ميكس ستونز، والميكس ستونز هي الموست كومن تايب اصلا. البيجمنتد ستونز نوعين، بلاك ستونز وبراون ستونز. ده منظر البيور كوليسترول ستونز، موست كومنلي بتبقى سنجل بس مايت بي مالتيبل، يعني هي مش شرط بس موست كومنلي سنجل، ولما تبقى سنجل بنسميها كوليسترول سوليتير، معموله من 100% كوليسترول يعني كل حاجه فيها كوليسترول عشان كده لونها اصفر، لارج اكتر من 2.5 سنتي، ريديلوسنت. يعني ايه كلمه ريديلوسنت؟ يعني مش بتتشاف بالاكس راي. نيجي نتكلم على البلاك ستونز. البلاك بيجمنتد ستونز بتبقى المنظر ده، هي مالتيبل موست كومنلي بتبقى مالتيبل، بتبقى صغيره less than 2.5 سنتيمتر، بتبقى اسمها بلاك ستونز يبقى هي طاري بلاك. يعني ايه طاري بلاك؟ يعني اسود قوي عامل زي سواد الاسفلت كده، وعندها مالتيبل سبيكيولز، يعني هي المفروض ان هي عندها كده زي سبيكيولز. يعني ايه سبيكيولز؟ زي اكنها مشرشره من بره، معموله مينلي من كالسيوم بيليروبينيت، 50% منها راديو اوبيك. يعني ايه؟ يعني 50% من الحالات ممكن اشوفها بالاكس راي، و50% تانية هتبقى ريديلوسنت يعني مش هقدر اشوفها بالاكس راي. نيجي نتكلم على البراون ستونز. البراون ستونز اهي منظرها يوجولي برضو مالتيبل، بتبقى لونها براون من اسمها، بتبقى لامينيتد يعني فيها خطوط زي دي مثلا، اهي لامينيتد فيها خطوط، بتبقى اقل من 2.5 سنتي في المجمل. بتبقى ريدي اوبيك معناها ان هي ممكن تتشاف بالاكس راي، بتبقى معموله من ثلاث حاجات، ذا ماجوريتي من الكالسيوم بليروبينيت بس ان اديشن تو كالسيوم بالميتات وكوليسترول. الميكس ستونز اللي احنا قلنا عليها الموست كومن ان 90% اوف ذا كيسز، موست كومنلي بتبقى مالتيبل، موست كومنلي بتبقى صغيره بترينج من نص سنتي ل 2.5 سنتي، لونها اصفر. طب ليه لونها اصفر؟ عشان اكتر من 60% من تكوينها عباره عن كوليسترول. موست كومنلي مش بتتشاف بالاكس راي، بتتشاف بس بالالترا ساوند. ليه؟ عشان 15% منها بس راديو اوبيك، معنى كده انه 85% منها ريديلوسنت مش هيتشاف بالاكس راي. طب ايه اصلا اللي يخلي الكوليسترول والميكستونز تحصل؟ اللي يخلي
البيجمنتد ستونز تتيك بليس. احنا يعني من غير ما نقرا كل ده هنبسطها خالص. انا دلوقتي عندي نورمالي الليفر بيصنع بايل، والبايل ده بيروح على الانتستين. مفروض كمان ان انا عندي شوية بايل هيبقى ابزوربد من الانتستين عشان يدخل في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن يرجع تاني للليفر. في نفس الوقت انا عندي البايل ده والكوليسترول مفروض ان هو مش soluble في الووتر، فمحتاج حاجة تشيله. يعني انا محتاجة الكوليسترول ده حاجة تشيله في الدم. ايه اللي هيشيله؟ عشان هو مش soluble في الووتر، فانا هحوطه بناس soluble in water. يعني نتخيل ان ده كوليسترول متحوط ب hydrophilic heads. يعني ايه؟ يعني حاجة hydrophilic بتحب المية، عشان الكوليسترول hydrophobic ما بيحبش المية، وبيعمل حاجة اسمها ميسل بتبقى بقى كارت كده في البلد. طيب انا عشان الكوليسترول ده اقدر ان انا امشيه في البلد لازم يكون هو متحوط ب 25 بايل سولت. فانا عندي النورمال ريشيو بتوين 1 كوليسترول موليكيول عشان تمشي في الدم 25 بايل سولت، فبنقول ريشيو اهو 25 to 1. طيب وات اف بقى ان انا عندي لاي سبب من الاسباب البايل بتاعي قل، يبقى بالتالي الكوليسترول مش هعرف ان انا ماشيه في الدم، فالكوليسترول بدل ما كان بيمشي هيركض. فلما يركض في الدم كده ويبريسيبيتيت بنسميه لايثوجينيك بايل او سوبر ساتوريتد بايل، اوكي، عشان جواه كوليسترول كتير. طب ايه اللي بيعمل كده؟ يا انا عندي مال ابزوربشن ديزيز زي سيلياك ديزيز فمش بعمل ابزوربشن كويس للبايل، يا انا الليفر بتاعي بايظ في مثلا ليفر ديزيز او ليفر فيلير او سيروزس فمش بيصنع بايل، يا انا ست الاستروجين بتاعي عالي او باخد اورال كونتراسبتيفز فمقلل لي الكونسنتريشن اوف بايل، يا انا اصلا الدايت بتاعي عالي في الكوليسترول باكل كتير وتخينه والدايت بتاعي مليان فات، كل ده هيزود لي الكوليسترول. او ان انا عندي دايبيتس ميليتس وتخينه ومثلا تعلق لي parenteral nutrition كتير long term parenteral nutrition. لو انا عامله trunkal vagotomy يعني انا شايله الترانك بتاع الفيجل نيرف في اي عمليه من العمليات، ده مخلي في stasis مخلي البايل مش بيتحرك. لو انا فيميل عندي فيميل هرمون زي الاستروجين، الاستروجين بيقلل البايل concentration والبروجستيرون بيعمل relaxation للجول بلادر، فمفيش حاجه تدخلي البايل، فالبايل في حالة ركود stasis. كل ده هيعمل لي disturbance between الكوليسترول والبايل سولتس ويعمل لي stones whether cholesterol stones أو mixed stones. طب بالنسبة بقى للpigmented stones، أنا عندي في الهيموليتيك أنيميز الريد بلاد سيلز بتتكسر، فلما الريد بلاد سيلز بتتكسر البايل عندي بيزيد قوي ويعمل لي black pigmented stones. عشان كده black pigmented stones المين constituent بتاعها كالسيوم بيليروبينيت. في الليفر سيروزس نفس الفكرة، عندي black pigmented stones عشان الليفر of البايل بيبقى عالي. انا اسفة مش البايل، بيليروبين بيعلى. طب الانفكشن، الانفكشن ده بيبقى بالإيكولاي، ده الموست كومن organism بيعمل كولانجيتس. الإيكولاي دي بتبروديوس انزيم اسمه البيتا جلوكورونايديز. البيتا جلوكورونايديز ده بيكسر البيليروبين الجلوكورونايد اللي هو سوليبل وبيحوله لماده او كيميكال انسوليبل. الماده دي بتبريسيبيتيت وتصنع لي حاجه اسمها كالسيوم بيليروبينيت، والكالسيوم بيليروبينيت ده بيدخل في تصنيع البراون بيجمنتد ستونز. يبقى لو انا عندي انفكشن انا عرضه للبراون بيجمنتد ستونز. هل بقى كل البيشنتس اللي عندهم ستونز هيجولي باكيوت اتاك؟ لا، ممكن بيشنتس يبقوا اكسيدنتلي ديسكفرد. يعني 20% من الستات و10% من الرجاله بيبقوا اصلا اسيمتوماتيك واكسيدنتلي ديسكفرد. طيب بعرفهم ازاي؟ هم رايحين يعملوا اشعه او الترا ساوند على بطنهم لاي سبب من اسباب تانيه، اكتشفنا اهو لو احنا شايفين انه الوول اوف ذا جول بلادر از ثيكند وان انا عندي حاجات كتيره كده كور جوه وعندي كده هنا ايه شادو ظل. الشادوز دي بسميها الاكوستيك شادوز، ولما بشوف الاكوستيك شادوز ده معناه ان انا عندي جول بلادر ستون. طيب
الناس دي عرضة ان هم يجي لهم اكيوت كوليسيستايتس او يجي لهم سيمتومز في خلال السنه بنسبه 2%. طيب هل ده انديكيشن انف ان انا اعمل بروفيلاكتيك كوليسيستكتومي عشان احميهم ان هم يديفلوب سيمتومز وكومبليكيشنز؟ الاجابه هي لا، بس في اكسبشنز. لو انا عندي البيشنت دايبيتيك بيشنت عنده دايبيتس ميليتس، البيشنت ده اصلا الناس اللي عندهم دايبيتس او عندهم سكر بيبقى عندهم مشكله في الاحساس، بيبقى عندهم نوع من انواع الانستيزيا، مش بيبقوا حاسين. فلو هو ده حصل له اي اتاك، البيشنت ده مش هيحس الا لما يدخل في الكومبليكيشنز ويحصل الحاجات اللي احنا مش عايزينها. فالبيشنت ده لو انا اكتشفت ان هو اسيمتوماتيك جول بلادر بيشنت، لا الاحسن ان انا اشيلها. نفس الفكره في الاسكيميك هارت ديزيز، عشان one of the symptoms of الجول بلادر ديزيز ان هو بيعمل سيفير ريفلكس، بحيث انه البيشنت ممكن يجيله سيمتومز شبه للانجينا وبيبقوا ديفرنشال دايجنوزز. فلو البيشنت عنده اسكيميك هارت ديزيز احسن اشيلها. لو البيشنت عنده لارج ستون من 2.5 سنتي لاكتر بشيلها، ولو البيشنت عنده مالتيبل سمول ستونز بشيلها. طيب تاني سيناريو، انه البيشنت الستون الموجوده دي عملت امباكشن في الانفانديبولم اللي هو الموست كومن سايت اوف امباكشن، او راحت على السيستك داكت وقفلتها. في الحاله دي اللي بيحصل، انه الجول بلادر بتستند جامد قوي قوي قوي، وزي ما احنا قلنا بتعمل ستريتشنج على الكبسول، الحته دي بتبقى سند باي سبلنشنك نيرفز، ها، وتروح على مين؟ تي كام؟ تي 7 لتي 10، قلناها في الاناتومي. فالبيشنت هتحس باكيوت كوليسيستايتس اتاك. الاكيوت كوليسيستايتس اتاك ده بيبقى عامل ازاي؟ في الاول البيشنت بتحس ان هي عندها اكيوت سيفير ديفيوز كوليكي بين في الابر ابدومين كله، وبعدين مع مرور الوقت البين ده هيبقى مور لوكالايزد، هيتحول من كوليكي لدال ايكينج، وهيبقى بيرزيستنت، وهيبقى لوكيتد بدل بقى مكان في الابر ابدومين كله، لا هيروح على الرايت هايبوكوندريوم زي ما موجود في الصوره. البيشنت ممكن ياسوسييت معاها انه البين ده يراديت ويروح على الرايت شولدر، ممكن كمان يكون معاها فيفر، وممكن يكون معاها نيوزيا وفوميتنج. طب انا البيشنت ده لما يجي الاستقبال هعمل ايه؟ لازم البيشنت ده اخد منه هيستوري كويسه، هقول لها هل كرر معاكي الموضوع ده قبل كده؟ ما هي ممكن تبقى acute on top of chronic. طيب ايه relation to the meals؟ هل مثلا الحكايه دي بتجيلها بعد fatty meals؟ طيب هل عندها family history؟ عشان احنا قلنا لو في parents او siblings فالست دي عرضه اكتر ان يجيلها gall bladder disease. طب الدراج هيستوري مهمه ليه؟ هل هي بتاخد oral contraceptives؟ احنا قلنا ان الاورال كونتراسبتيفز فيها استروجين وفيها بروجستيرون، ودول من الحاجات اللي بتساعد على تكوين الستونز. طب اون اكزامينيشن هلاقي ان هي عندها سخونيه، عندها تاكيكارديا، عندها تندرنس في المكان بتاع الجول بلادر، عندها ماسل جيردنج عشان الانفلاميشن اللي حاصل عمل اريتيشن للبريتونيوم، وعندي حاجه اسمها ميرفي ساين، وعندي حاجه اسمها بوس ساين. يعني ايه الكلام ده؟ ميرفي ساين يعني انا عندي تندرنس في المكان بتاع الجول بلادر، هطلب من البيشنت ان هي تاخد نفس، وهحط ايدي على السيرفيس اناتومي اوف ذا جول بلادر اللي احنا قلناه خلاص، وبعدين وانا بشيل ايدي البيشنت هتحس بوجع فظيع. ساعتها بقول ميرفي ساين بوزيتيف، وده انديكيشن ان في اكيوت كوليسيستايتس. طيب البوس ساين، ده انه البيشنت عنده هايبرثيزيا، يعني حاسس احساس زياده عن اللزوم، موجود في البوستيرير بارت، او يعني موجود في الظهر على البوستيرير بارت بتاع الريبس من اول ريب نمبر 9 لريب نمبر 11. يعني انا لو كده لفيت البيشنت ومسكت ظهرها عند ريب نمبر 9 ريب نمبر 11 هلاقيها بتصوت، ده اسمه بوزيتيف بوس ساين. الايمجينج طبعا الابدومينال التراساوند دايجنوستيك، خلاص شفنا صور الاكوستيك شادوز. ممكن اعمل بلين اكس راي، ممكن، بس مش هتساعدني قوي عشان معظم الستونز راديو لوسنت مش اوبيك. ممكن اعمل هيدا سكان، ممكن. الفكره بتاعت هيدا سكان ان انا اديت كونترست، والكونترست ده لو ما راحش للجول بلادر معنى كده المكان ده مسدود، يبقى فعلا في اكيوت كوليسيستايتس.
ودي اهي منظر الاكوستيك شادو زي ما اتفقنا. لو عملت سي بي سي هلاقي ان الواي بلاد سيلز عاليه عشان دي حاله انفلاميشن، بس الليفر فانكشنز هتبقى نورمال عشان ده جاست اكيوت كوليسيستايتس. طب هتعملي ايه في التريتمنت؟ هعمل كوليسيستكتومي، هشيل الجول بلادر. ده هيبقى ذا بيرفكت سيناريو لو البيشنت جالي في اول يومين. طب لو البيشنت اتاخرت وجات لي بعد يومين هعمل ايه؟ لو البيشنت اتاخرت وجات لي بعد يومين هعمل حاجه اسمها ديليت كوليسيستكتومي. بعد يومين البيشنت هيبقى عندها لسه إديمة، وهيبقى الموضوع بدل ما انا كنت ممكن الحقه في الاول، لا دلوقتي الجسم بيحاول يتعافى من الانفلاميشن اللي حصل. فعشان الجسم بيحاول يتعافى من الانفلاميشن اللي حصل، لو انا دخلت هلاقي انه الدنيا كلها مكركبه مليانه إديمة وانفلاميشن وبدا يحصل فايبروزز، فانا مش هعرف اتصرف. فعشان كده انا بستنى 6 اسابيع لغايه ما كل المعركه اللي حصلت جوه الجسم ده يهدى، وبعد ما كل ده هدا خلاص والجسم ظبط نفسه وسكت، ساعتها اقدر ان انا ادخل واعمل كوليسيستكتومي. فعشان انا اخرت الكوليسيستكتومي سميتها ديليت كوليسيستكتومي. طيب هل ممكن يحصل كومبليكيشنز من الاكيوت كوليسيستايتس؟ والله الاكيوت كوليسيستايتس ممكن اصلا يحصل لها ريزوليوشن من قبل ما يحصل كومبليكيشنز. يعني واحده جالها اكيوت كوليسيستايتس مرت بالكل ده وخفت. طب بدل هو الموست كومن سيكولي ليه احنا بنعملها كوليسيستكتومي ما نسيبها؟ عشان احنا خايفين ان هي تتحول لكرونيك كوليسيستايتس بيشنت، خايفين يحصل كومبليكيشن زي امبايما وميوكوسيل او ميريتي سيندروم، او ان الستون تمشي من المكان ده وتمايجريت وتروح الكومن بايل داكت تعملي مصايب اكتر، او يحصل حاجه اسمها جول ستون ايليس، او الجول ستونز الموجوده في الجول بلادر تعمل اريتيشن للوول وتعمل لي جول بلادر كارسينوما. يعني شايفين كميه المصايب اللي ممكن تحصل. اوكي ذا موست كومن سيكولي للاكيوت كوليسيستايتس هو انه يحصل ريزوليوشن، بس ستيل انا مش عايزه كل الكومبليكيشنز دي تبقى اصلا ممكن تحصل، فعشان كده بشيل الجول بلادر واعمل كوليسيستكتومي وارتاح. طيب ايه بقى موضوع الكرونيك كالكيولر كوليسيستايتس؟ دي واحده عندها ستونز في الجول بلادر، كل شويه يجي لها كوليكي بين ويروح، يجي لها كوليكي بين ويروح، بتبقى اكتر اسوسييتد مع الفاتي ميلز، فبيجي لها حاجه اسمها بيليري ديسبيبسيا. اول ما تاكل اكله فيها فات كتير بطنها بتوجعها وتتنفخ. كمان بيجي لها ريفلكس سيندروم او الريفلكس سيمتومز. الريفلكس سيمتومز دي بتبقى شبه الانجينا، عشان افرق ما بينها وما بين الانجينا بنحتاج ان احنا نعمل اي سي جي. طيب دي بقى ايه الريسك بتاع الكرونيك كاليكولر كوليسيستايتس؟ بالظبط نفس الكومبليكيشنز بتاعه الاكيوت كوليسيستايتس. البيشنت عرضه ان يجيله اكيوت اون توب اوف كرونيك، البيشنت عرضه انه يحصل له كومن بايل داكت ستونز لو الستون هربت من الجول بلادر راحت الكومن بايل داكت. يعني نفس بالظبط الكومبليكيشنز احنا قلناها في السلايد اللي قبل دي، اوكي هي بالظبط الكومبليكيشنز بتاعه الكرونيك كاليكولر كوليسيستايتس. تمام، ده منظر جار اهو فيه ثيكنينج للوول اللي هي المفروض نورمالي من 1 لـ 2، بس هنا ثيك وهو عندي ايه ستونز كتير. هنا الترا ساوند اهو فيه ثيكنينج للوول، وهنا فيه اكوستيك شادو عشان انا عندي ستون في الجول بلادر. تريتمنت اوف كرونيك كالكيولر كوليسيستايتس اكيد كوليسيستكتومي. طب يعني ايه بقى ميوكوسيل احنا جبنا سيرتها دي؟ انا دلوقتي عندي لما يبقى فيه امباكشن اوف الستون في الجول بلادر، الجول بلادر هتستند زي ما احنا عارفين. طيب وبيحصل فيها انفلاميشن، عشان حصل انفلاميشن وهي دلوقتي في حاله سام سورت اوف ستريس، الابيثيليوم بتاعت الجول بلادر بتصنع ميوكس، فالميوكس ده هيدخل في الجول بلادر ويخليها تتخن اكتر او ان هي تستند اكتر. دي اسمها ميوكوسيل، ودي حاله ايمرجنسي لازم اعمل ايمرجنسي كوليسيستكتومي. ده منظرها لما احنا عملنا ايمرجنسي كوليسيستكتومي وشلنا الميوكوسيل. الامبايما لو انا ملحقتش الميوكوسيل وشلتها ممكن يحصل هنا ايه انفكشن وتقلب بفص، فالفص هيعمل لي امبايما. طيب لو انا ملحقتهاش اكتر هيحصل اسكيميا للبلد سبلاي من كتر الديستنشن اللي حاصل على الهول، هيقفل البلد فيسلز والكابيلريز هيعمل لي اسكيميا، اسكيميا تعمل لي جنجرين،
يروح الوول يحصل له perforation، ندخل في حالة emergency وperitonitis. عشان كده التريتمنت هنا is urgent cholecystectomy. ولو انا مش هعرف اعمل urgent cholecystectomy open، ساعتها هنضطر ان احنا نعمل ultrasounded cholecystectomy. مين هو ميليزي سندروم؟ ميليزي سندروم معناها ان عندي ستون في الجول بلادر، والستون دي عامله obstruction او compression من بره للكومن بايل داكت. هي عباره عن 4 grades. عندي grade number 1 انه just في compression من بره على الكومن بايل داكت. grade 2 من كتر الكومبريشن الجول بلادر فتحت على الكومن بايل داكت وعملت فيستيولا في الاوتر 1/3. grade number 3 الفيستيولا دي اخذت من اوتر 1/3 لاوتر 2/3. grade number 4 الفيستيولا بقت all along الكومن بايل داكت، بحيث ان هي عملت لي اصلا obstruction للكومن بايل داكت وعملت لي manifestations of obstructive jaundice. طيب ده ايه؟ ده الجول ستون ايليس. الفكره بتاعت الجول ستون ايليس انه انا عندي الجول بلادر فيها ستون، الستون دي خرمت الجول بلادر وعملت لي فيستولا ما بينها وما بين السكند بارت اوف ذا ديودينم. الجول بلادر دي سافرت ومشت ووقفت عند 2 feet away from الاليوسيكال فولف، هتديني manifestations of intestinal obstruction. الكلام ده بيحصل common ولا rare؟ لا rare. بيحصل مع السمول ستونز ولا البيج ستونز؟ لا بيحصل مع البيج ستونز اللي هي اكتر من 2.5 سنتي. بيحصل في الناس الالدرلي اللي هم ممكن يكون عندهم diabetes وعندهم history of biliary disease. فالجول ستون ايليس هي صعب ان احنا نشخصها عشان البيشنس بيجي بي manifestations of intestinal obstruction اصلا. ف it is tricky يعني to diagnose. طيب نيجي نتكلم على الجول بلادر كانسر. ده منظر specimen of gallbladder cancer، وده منظر X-ray مبين لي حاجة كده مدورة والوول بتاعتها بيضة، معنى كده إن الوول ده is calcified. دي أنا بسميها porcelain gallbladder. ولما إحنا نشوف المنظر ده يعني نبانك صراحة، عشان porcelain gallbladder ده معناه إن أنا عندي gallbladder cancer، أو معناه gallbladder is precancerous وداخلة تبقى cancer، فدي indication لurgent cholecystectomy. بس ما ينفعش نعمل الكوليسيستكتومي لابروسكوبيك، لا ممنوع، كونترا انديكيتد، نعملها اوبن في الحاله بتاعت الجول بلادر كانسر. زمان كانوا بيقولوا ان احنا نعمل حاجه اسمها راديكال كوليسيستكتومي. يعني ايه؟ يعني نشيل الجول بلادر معاها سيجمنت من الليفر معاها كل الليمف نودز الموجوده في المكان ده. بس اتضح ان الحاجه دي مش بتفرق في السرفايفل اوف ذا بيشنت خالص، فبنعملهاش، بنكتفي بس ان احنا نعمل كوليسيستكتومي. كمان عشان حاجه كمان، انه انا دلوقتي البيشنت مثلا بتيجي تشتكي ان هي عندها attacks of biliary colic، فاحنا عرفنا ان هي عندها acute cholecystitis وداخلين اصلا نشيل الجول بلادر. لما شلنا الجول بلادر وبعتناها للباثولوجي اكتشفنا انه البيشنت عندها جول بلادر كانسر. ده معناه ايه؟ معناه ان the majority من الكيسز الجول بلادر كانسر بتبقى اصلا accidentally diagnosed، فبالتالي الكوليسيستكتومي بس is enough for the treatment. طب لو البيشنت بقى انا جيت لقيته متبهدل خالص، يعني جول بلادر كانسر وحصل ميتاستاسيز، فالبيشنت is inoperable و irresectable، في الحاله دي انا عايزه اعمل باليتيف مانجمنت، عايزه ريليف الاوبستراكشن الموجوده في المكان ده، فهدخل بالاي ار سي بي واركب ستنت بحيث ان البايل اللي موجود يعرف يعدي واقلل السيمتومز بتاعت البيشنت، واحاول على قد ما اقدر ان انا احسن له الكواليتي اوف لايف. نيجي بعدين نتكلم على الكومن بايل داكت ستونز. ليه اسم ديني؟ اسمها كوليدو كوليفيزس. الفكره ان انا عندي بيشنت عنده جول بلادر ستونز، في مره من المرات الجول بلادر ستونز دي هربت من الجول بلادر، راحت على السيستيك داكت وبعدين راحت على الكومن بايل داكت وحصل لها امباكشن في الكومن بايل داكت. دي صوره اي ار سي بي عرفناها عشان انا عندي اهو الاندوسكوب، وهنا انا شايف ان في فيلينج ديفكت، فكده كومن بايل داكت ستون. هنا كمان فيلينج ديفكت وهنا كمان في فيلينج ديفكت. طيب في تو تايبس اوف ذا كومن بايل داكت ستونز. القصه اللي انا قلتها دي من شويه ان انا عندي هنا جول بلادر ستونز وهربت، دي اسمها سيكندري ستونز. يعني ايه سيكندري؟ يعني مش جايه من الكومن بايل داكت، لا دي جايه من الجول بلادر.
وده الموست كومن سيناريو، عشان كده انا قلته الاول. اما ان رير كيسز بيبقى انا عندي هنا كولنجايتس لاي سبب من الاسباب، فده عامل لي انفكشن، الانفكشن زي ما اتفقنا هيعمل لي ايه، براون بيجمنتد ستونز، فالستون هتتكون في البرايمري سايد بتاعتها which is common bile duct، عشان كده انا سميتها primary stones. طيب احنا قلنا ليه ان احنا اي patient chronic calcular cholecystitis نعمل له cholecystectomy، عشان انا عندي 15% من حالات الpatients اللي عندهم gallstones هيتحولوا ويعملوا secondary common bile duct stones. هعمل ايه للpatient ده؟ البيشنت ده لو الستون بتاعته اقل من 3 ملم اصلا بيبقى ستون باسر، يعني هيعدي الستونز ومش هيلاحظ اصلا ان هي عملت له اي مشكله، فساعتها البيشنت از اسيمتوماتيك وده مش هعمل له حاجه. او هي بتعدي تعمل شويه اريتيشن للمين بانكرياتيك داكت وتعملي اكيوت بانكرياتيتس. لو الستون اقل من 1 سنتيمتر هعمل اي ار سي بي اكستراكشن، يعني هدخل بالاي ار سي بي كده واندر الاي ار سي بي فيجن هروح عاملة extraction للستون وبعدين هعمل laparoscopic cholecystectomy. طيب عشان ما يتكررش كده تاني، لو البيشنت الستون بتاعته أكتر من 1 سنتيمتر ساعتها هضطر إن أنا أعمل CBD stone exploration وأعمل لازم طبعا تاني cholecystectomy عشان الموضوع ده ما يتكررش. طب إيه ال complications of the common bile duct stones؟ هي ال complications بتاعت ال obstructive jaundice، هو انه انا عندي ستون عدت عملت اريتيشن للمين بانكرياتيك داكت عملت لي اكيوت بانكرياتيتس، الستون عملت امباكشن للكومن بايل داكت فحصل ستيزز للبايل عمل لي كولانجايتس، عمل اوبستراكشن بعد الليفر عمل لي اوبستراكتيف جوندس بان على البيشنت الصفرة، عمل بيليري سيروزز الليفر سيروزز الليفر اتاثر، فالكواجيليشن فاكتورز اللي كان بيصنعها ما بقاش يصنعها فالبيشنت بقى عنده بليدنج تندنسي. يلا بينا البيشنت دخل في هيباتورينال سيندروم. هيباتورينال سيندروم الفكره كلها ان انا دلوقتي عندي توكسنز كتيره موجوده في المكان ده والليفر بايظ مش عارف يتخلص من التوكسنز، فالتوكسنز دي بيحصل لها ابزوربشن في الدم تروح تعمل لي بازو كونستريكشن للرينال فيسلز فيحصل دامج للكيدني، عشان كده بنسميها هيباتورينال سيندروم. طيب دلوقتي لما البيشنت يجي بالمنظر ده انا هقول عليه obstructive jaundice مثلا، عشان مثلا الهيستوري بتاع البيشنت ان هي عندها جول بلادر ديزيزز والقصه دي كلها. طيب هل احنا فعلا واثقين ان هي كالكولر obstruction ولا ممكن تبقى malignant jaundice؟ طيب هو احنا اصلا ليه قلنا واثقين قوي ان this is obstructive jaundice مش pre hepatic ولا post hepatic ولا انا اسفه hepatic؟ هو اصلا يعني ايه jaundice وايه هي types of jaundice؟ بصوا بقى jaundice This is the yellowish discoloration of the skin والسكليرا الموجودة في العين والممبرينز كمان الميوكس ممبرينز بتاعت الجسم عشان بيحصل deposition of the bilirubin في السكن. ولما في دكتور يجي يقول لك مثلا في الكلينيكال او الاصل او اي حاجة في الراوند شوف لي البيشنت ده عنده جوندس ولا لا، لو ما فيش شبابيك مفتوحة والشمس داخلة لازم تقول للبيشنت المنظر ده انه دكتور الجوندس is better to be seen في sunlight، بس عشان ما فيش sunlight هنضطر ان احنا نشوفها في اوضه النور العادي. اوكي عشان تفهم للدكتور انه انت عارف ان الجوندس احسن حاجه in order to be assessed ان هو يبقى الشمس في نور الشمس مش نور اللمبه. طيب امتى البيشنت يظهر عليه الصفرة؟ لما البيليروبين يعدي 2 ملي جرام بير ديسيليتر، وده برضو سؤال بيتسال امتى يبقى فيه كلينيكال جوندس؟ لما البيليروبين يكسيد 2 ملي جرام بير ديسيليتر. طيب ليه اصلا الجوندس بيتيك بليس؟ قبل ما نعرف كده لازم نعرف الجوندس بيتصنع او البايل بيتصنع ازاي. انا عندي الريد بلود سيلز مسؤوله عن 80% من تصنيع البايل او البيليروبين، ممكن برضو مايوجلوبين، ممكن يبقى other protein containing structures، بس احنا بنركز على الريد بلود سيلز عشان هي الماجوريتي اوف كيسز. الريد بلود سيلز لما تتكسر هتطلع لي هيم، الهيم بيتحول لجرين بيجمنت اسمها بيليبيردين، البيليبيردين هيبقى اوكسيدايزد ويتحول لانسوليبل بيليروبين. الانسوليبل بيليروبين ده ليه اسم تاني اللي هو الانكونجيجيتد بيليروبين او الاندايركت بيليروبين. البيليروبين ده عشان هو انسوليبل مش بيمشي في الميه، فعشان او في الدم او في البلازما
فعشان كده بيمسك في الألبومين. لما يمسك في الألبومين هيعمل لي بليروبين ألبومين كومبلكس، الألبومين هيوصله لغاية الليفر، الليفر يعمل له أبزوربشن، وبعدين في الليفر البليروبين بيمسك الجلوكيرونيك أسيد يعمل لي مونوجلوكيرونايد. المونوجلوكيرونايد بوجود اليوريدين دايفوسفيت جلوكيرونايد ترانسفيريز انزيم بيحوله للداي جلوكيرونايد. ماشي، الداي جلوكيرونايد ده هو السوليبل بليروبين. سوليبل بليروبين يعني يقدر يمشي في الدم. سوليبل بليروبين ده هيبقى اكسكريتد باي ذا ليفر، يروح في الانتر هيباتيك بيليري تري، يطلع على الاكسترا هيباتيك بيليري تري، شويه منه يتخزن في الجول بلادر، وشويه ينزل في السكند بارت اوف ذا ديودينم، وينزل في السمول انتستين، شويه منه يبقى ري ابزورب في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن، وشويه منه يكمل ويروح اللارج انتستين. الشويه اللي كمل وراح اللارج انتستين ده بيتحول بالفلورا الموجوده في اللارج انتستين زي الاي كولاي، يحصل له ريدكشن ويتحول لستيركوبايلينوجين واليوروبايلينوجين. اليوروبايلينوجين بيروح للكيدني ويتحول ليوروبايلين ويبقى اكسكريتد في الكيدني، وراز الستيركوبايلينوجين بيتحول لستيركوبايلين، وده اللي بيدي الفيسز اللون البراون بتاعها وينزل في الفيسز. حلو قوي. لو انا عندي بقى ريد بلاد سيلز كتيره تتكسر، معنى كده ان انا هيطلع لي انسوليبل بيليروبين كتير قوي، فده هيعمل لي حاجه اسمها هيموليتيك جوندس. هيموليتيك من فكره ان ريد بلاد سيلز كتيره اتكسرت، وعشان المشكله دي موجوده قبل ما البيليروبين يروح الليفر بسميها بري هيباتيك، يعني قبل الليفر، فبسميها بري هيباتيك جوندس. وعشان البيليروبين ده انسوليبل اللي هو الاندايركت اللي هو الانكونجيجيتد بيليروبين، سميتها انكونجيجيتد جوندس. طيب لو المشكله في الليفر وفي ليفر ديزيز هسميه هيباتيك جوندس. الليفر هنا هيصنع شويه بيليروبين وشويه مش هيقدر يصنع بيليروبين، فهيبقى عندي ميكس جوندس. بالنسبه للهيباتيك جوندس بقى، البوست هيباتيك جوندس المشكله بره الليفر، بمعنى ان المشكله بسبب ان في حاجه سد الطريق، فده عمل اكيوميليشن للسوليبل جوندس او الكونجيجيتد جوندس، ان هو الحاجات اللي اتصنعت في الليفر البليروبين مش عارف، السوليبل بليروبين مش عارف يكمل طريقه عشان هنا في اوبستراكشن، عشان كده سميتها اوبستراكتيف جوندس. عشان المشكله بره الليفر سميتها بوست هيباتيك جوندس، وعشان المشكله دي بتتحل بسيرجيكال انترفنشن سميتها سيرجيكال جوندس. ايه هي اسباب الاوبستراكتيف جوندس؟ انه يكون في اوبستراكشن بعد الليفر في البيليري تري، ممكن تبقى حاجه كونجنتال زي اللي اتكلمنا عليها اوريدي، البيليري اتريزيا والكوليدوكال سيست، وممكن تبقى حاجه اكوايرد زي الكالكولر جوندس اللي احنا لسه شرحناها في الكومن بايل داكت ستونز، او ممكن يكون في تيومر. ايه موضوع التيومرز ده؟ ممكن يكون في جول بلادر كانسر عامل كومبريشن على الكومن بايل داكت فقفلها لي من بره. ممكن يكون في كولانجيوكارسينوما which is the tumor or the cancer of the biliary epithelium. ممكن يبقى البيري امبولري تيومرز. مين هي البيري امبولري تيومرز؟ احنا اتفقنا المكان ده اسمه الامبولا اوف فيتر. الامبولا اوف فيتر المكان ده لو حصل فيه اي تيومر بسميه بيري امبولري تيومر. whatever التيومر ده طالع من الهيد اوف بانكرياس، او طالع من الكومن بايل داكت، او طالع من الامبولا اوف فيتر نفسها، او طالع من الديودينم. ممكن يكون في ميتاستاسيس في اي حته من الجسم وجت على المكان ده. ممكن يبقى في تروما، حد ادى حد بالمطوه في المكان ده، او حد كنا بنعمل اي ار سي بي مثلا وعورنا البيليري تري من غير قصدنا، والموضوع ده هيلد بستريكتشر بفايبرس تيشو فضيق لي الحته دي عمل لي اوبستراكشن. طيب ازاي بقى افرق ما بين اذا كان الحاجه دي كالكولر جوندس ولا هي اوبستراكتيف جوندس؟ هعرف منين؟ لو هي كالكولر جوندس هلاقي ان الهيستوري ان البيشنت بقاله كتير قوي بيشتكي من بيليري كوليكس، وبيشتكي من ديسبيبسيا بعد الفاتي ميلز، ومن بلوتينج بعد الفاتي ميلز، بس ما عندوش انوركسيا، هو جعان عادي بياكل، نفسه مش مسدوده ومش بيلوز ويت عشان هو عادي بياكل. طيب
الأونست بتاع الأونست بتاع الجوندس. هنا الأونست of the jaundice is chronic. تمام؟ ليه chronic؟ عشان بقاله كتير قوي موجود وبيروح وبيجي مع البيشنت. الكورس بتاع الجوندس is intermittent. خلاص؟ أهو بيروح وبيجي. يعني لما بيكون في ستون الجوندس بيجي، لو الستون عدت الجوندس بيروح. في كورنجايتس. تمام؟ ليه في كورنجايتس؟ عشان أنا عندي الستون هنا حبسة البايل، ففي ستيزس، فبدا يكون في انفكشن. وهل في بريفيس اتاكس؟ ساعات بيبقى في لو هي كرونيك، ساعات بيبقى في لا لو هي كانت اول اتاك. طب بالنسبه بقى للماليجنانت جوندس، بالنسبه للماليجنانت جوندس انا عندي الهيستوري از شورت. تمام؟ هو اصلا ما خدش باله، يعني ده الماليجنانت خلاص الهيستوري ماله، الهيستوري از شورت. تمام؟ ده كده المالجننت جوندس الهيستوري از شورت هيستوري، ما كانش اصلا اخد باله. ده واحد من الحاجات اللي حد مثلا هيقول لي اصل مراتي جت قالت لي ان انا عندي صفرة، ما كنتش واخد بالي. معنى كده ان هو شورت سيمبتومز، ما عندوش ديسبيبسيا، ما عندوش كوليكي بين، الانوركسيا بتاعته في انوركسيا عشان ده مالجننسي، فبالتالي في انوركسيا. الويت لوس في ويت لوس عشان ده مالجننسي فبيبقى في ويت لوس. طيب بالنسبه للانسيت اوف جوندس، الانسيت اوف جوندس از اكيوت. تمام؟ الانسيت اوف جوندس از اكيوت يعني ظهر فجاه، هو ما كانش واخد باله منه. طيب The course of jaundice is progressive، بيتطور مع الوقت. الكولنجيتس لا مش موجود. و previous attacks، ال previous attacks لا عمرها ما حصلت، ده موضوع جديد عليه وهو ما كانش واخد باله منه خالص. طيب دلوقتي احنا شايفين ان ده كلام كتير قوي، يعني لو انا عايزه اسال البيشنت سؤال واحد بس، اهم سؤال يفرق لي ما بين اذا كان ده calcular ولا obstructive jaundice، هساله على الفين. الكاليكولر جوندس عشان انا عندي ستون فهي painful، بسميها painful جوندس. وراز المالجنان جوندس مش painful ابدا، malignancy is not painful، عشان كده بسميها painless جوندس. فلو في سؤال واحد بس هساله للبيشنت عشان يفرق لي ما بين اذا كان كاليكولر ولا malignant، هساله على البين. كاليكولر جوندس is a painless جوندس، انا اسفه painful جوندس، والمالجنان جوندس it is a painless جوندس. طيب بعدين بقى نيجي نتكلم على ال signs of الكولنجيتس عشان اعرف اذا كان في كولنجيتس ولا ما فيش. عندي شاركوت سترياد وعندي يورينالز بنتاد. شاركوت سترياد ده ان البيشنت بيبقى عنده تشيلز وفيبر وعنده رايت ابر كوادرن بين وعنده جوندس. طيب رينالز بنتاد ده عباره عن الحاجات اللي في شاركوت سترياد بلس انه البيشنت عنده هايبوتنشن وعنده altered mental status، يعني داخل في حالة شوك. طيب يعني ايه كورفوازير لو؟ كورفوازير لو يعني انا عندي if a patient is jaundiced و there is palpable gallbladder، معنى كده انه البيشنت عنده carcinoma head of the pancreas until proven otherwise. يعني لو انا لقيت البيشنت عنده jaundice مصفر وجيت اعمل palpation gallbladder حسيتها، يعني معنى كده ان هي distended، يبقى البيشنت ده يعني 99.9% هيبقى عنده كارسينوما هيد اوف ذا بانكرياس. طب هل في اكسبشنز للو ده؟ لو البيشنت اصلا شايل الجول بدر، يعني ايه شايل الجول بدر؟ عامل كوليسيستكتومي، ساعتها حتى لو كان في كارسينوما هيد اوف ذا بانكرياس الجول بدر مش هتبقى محسوسه عشان هي مش موجوده اصلا. طب لو البيشنت عنده كرونيك كالكيولر كوليسيستيتس، البيشنت ده الجول بدر بتاعه فايبروزد وثيكند وعمرها ما هتبقى ديستندد تاني، فبالتالي مش هتتحس. لو البيشنت كان عامل اي سبب من الاسباب ERCP stenting، فاصلا الاوبستراكشن permanent ان هو يعمل لي distension للجول بلادر لو كانت موجوده. flat skin tumor، يعني ايه flat skin tumor؟ ده التيومر a type of cholangiocarcinoma اللي بيتيك بليس عند البورتال هيباتس بتاعت الليفر، اللي احنا اتفقنا المكان اللي بيدخل منه وبيطلع منه البلاد فيسلز، فدي at a level
above الجول بلادر، فالأوبستراكشن أصلا مش تحتها، الأوبستراكشن فوقيها، فالجول بلادر مش هتتأثر، فبالتالي مش هتبقى descended. ايه اللي انا ممكن اعمله هنا؟ ممكن اعمل الترا ساوند اشوف الجول بلادر وهي ديستندد، لو كانت موجوده اشوف لو كان شايفه مثلا في دايلاتيشن اوف ذا كومن بايل داكت اعرف انه في ديستنشن. السي تي بعمله عشان لو كان في تيومر اشوف الريسكتبيليتي والاوبريبيليتي. الاندوسكوبيك الترا ساوند هيديني بيتر فيو اباوت التيومر، ممكن اخد بايوبسي. البي تي سي بيوريني هيساعدني اعرف لو كان في كلات سكن تيومر. الاي ار سي بي هيساعدني اخد بايوبسي من البيري امبولري تيومر لو موجود. الام ار سي بي بعمله لو البيشنت از نوت فيت فور اي ار سي بي و مش هيحتاج اي نوع من انواع it is not invasive، مش هيحتاج داي. فبالتريتمنت، التريتمنت از اكوردنج تو ذا كوز اكشن، يعني لو كان ستون على حسب السايز اوف ذا ستون زي ما اتفقنا هنعالج. طب لو كان تيومر برضو على حسب التيومر، وده هناخده في الدرس بتاع البنكرياتيك تيومرز. طيب هل الاوبستراكتيف جوندس هو بس السيرجيكال جوندس؟ لا، في جوندس تايبس اوف جوندس ممكن تتصلح سيرجيكال، زي مثلا الهيموليتيك جوندس. انا عندي هيموليسيس كتير قوي بيحصل في السبلين، فانا هعمل سبلينكتومي عشان الغي المكان الريد بلاد سيلز بتتكسر فيه. طب الهيباتيك جوندس بتحصل عشان الليفر باظ، فهعمل ليفر ترانسبلانتيشن. اخر حاجه بقى خلاص هانت، هي الكوليسيستكتومي. الكوليسيستكتومي ده يا جماعه نوعين، انا عندي اوبن كوليسيستكتومي وعندي كلوزد كوليسيستكتومي. الكلوزد كوليسيستكتومي بنسميها لابروسكوبيك كوليسيستكتومي، ودي الميثود اوف تشويس. اما الاوبن كوليسيستكتومي دي بطلوا يعملوها دلوقتي يعني وجود اللابروسكوبيك، وهنقول ليه. الادفانتجز، الموست كومن انديكيشن اوف الكوليسيستكتومي هو الكرونيك كالكيولر كوليسيستايتس، بس احنا اتفقنا ان هو ممكن يتعمل كارجنت في الامبايما، في البرفوريشن، في الميوكوسيل ايمرجنسي كوليسيستايتس، في الاكيوت كوليسيستايتس لو البيشنت جات لي في اول يومين. طبعا في الجول بلادر كانسر، بس ساعتها هنعمل اوبن عشان لابروسكوبيك هيبقى كونترا انديكيتد. الاوبن كوليسيستكتومي البيشنت هنيمه بجنرال انستيزيا، وهحطه سوباين على الترابيزه وحرفع راسه شويه. الانسيجن هفتح فين عشان اروح على الجول بلادر؟ اشهر انسيجن هي بسميها قهر انسيجن، احنا اتفقنا قبل كده عليها في السيرجيكال انفكشن ان هي clean contaminated incision، موجوده right subcostal، وكمان بسميها غير قهر انسيجن بسميها subcostal incision. هل في انسيجن تانية؟ في حالات الامرجنسيز بنعمل حاجه اسمها paramedial incision، ده عشان اعمل intraperitoneal exploration. طيب انا دلوقتي عملت انسيجن هنا كوخر انسيجن، فبقيت موجوده في المكان بتاع الجول بلادر. طب عشان اوضح الفيلد اكتر هجيب اسيستنت يشدني المكان ده عشان اشوف الليفر، يشدني من هنا عشان اشوف الجول بلادر احسن، يشدني من تحت عشان اشوف الجيدولم، ويشدني من الجنب عشان اشوف الاومنتوم. وبعدين المفروض ان هنا هيبقى فيه بيريتونيوم، هروح موجودة عند الـ V-shaped junction. الـ V-shaped junction اللي هي المكان اللي هيبقى ما بين السيستيك داكت والكومن هيباتيك داكت. أنا هنا هفتح عشان أفتح البيتونيوم. لازم أيدنتيفاي السيستيك أرتري عشان أعمله ليجيشن، عشان لما أقطعه ما يقعدش ينزف مننا. طب أنا إزاي بفرق ما بين السيستيك أرتري وما بين السيستيك داكت؟ مفروض نورمالي إن السيستيك أرتري موجود هاير ومور بوستيرير عن السيستيك داكت. فانا لو لقيت حاجه pulsating more higher and posterior عن حاجه عامله زي الدكت يبقى ده cystic artery. وبعدين هنعمل intraoperative cholangiogram عشان نتاكد ان انا شايفاه ده cystic artery، واشوف لو كان في ستون مثلا موجوده في الكومن بايل دكت ولا لا، لو في some sort of obstruction يعني. بعدين هعمل cystic duct division، وبعدين عشان نشيل الجول بلادر من الليفر بيد عشان هي نايمه عليه ممكن يحصل شويه hemorrhage، فهنعمل ايه؟ هنجيب الدايثيرمي، جهاز الدايثيرمي، وهنقعد نعمل نحرق او نعمل هيموستيزيس بسيط في كل بليدنج بوينت موجوده على الليفر بيد عشان ما يحصلش بليدنج. وهنشيل الجول بلادر خلاص، هنطلعها كده حته واحده، وهنركب تي تيوب عشان ندرين اي سيكريشنز موجوده في المكان ده، ونقفل الووند بتاعتنا.
بالنسبة بقى للابروسكوبيك كوليسيستكتومي اللي هي الميثود اوف تشويس في معظم الحالات، في حاجة ممكن تبقى open technique وفي حاجة اسمها closed technique. open technique ده اسمه حسن تكنيك، اللي انا بعمله ان انا بفتح السكين، يعني بفتح كل اللايرز بتاعت الابدومن وبعدين بشتغل كده ايه وانا شايفة من غير كاميرا ولا اي حاجة عشان فتحت كل اللايرز اوف ابدومن. اما الكلوز تكنيك هي دي بقى اللي في الصوره، ان انا ما فتحتش اللايرز بتاعت الابدومن، لا ده انا دخلت تروكر. الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ من الامبليكس بدخل حاجه اسمها فيرس نيدل. الفيرس نيدل ده بركبها باسطوانه فيها كربون دايكسايد عشان تنفخ لي البطن. لما تنفخ لي البطن بكربون دايكسايد انا هبقى البطن دي هتبقى اوسع بحيث ان انا اقدر اعمل مانيبيوليشن اللي انا عايزاه. بعدين هركب 4 تروكرز، واحد عند الإبيجاستريوم وواحد عند الانسيجن سايت اللي هي الكوخر سايت، ودول الاثنين بيبقوا 10 مليمتر. هركب واحد ميد كلافيكولر وواحد يبقى عند الانتيريور اكزيلري لاين ما بين السب كوستال بلان والانتيريور سوبيريك الياك سباين، تمام؟ كل واحد في دول 5 مليمتر. هنعمل نفس الستبس اللي احنا عملناها في الاوبن كوليسيستكتومي، بس بتبقى لابروسكوبيك، يعني بدل ما فتحت فتحه كبيره فتحت فتحات صغيره خالص وبشوف بالكاميرا. الطريقه دي كونترا انديكيتد لو البيشنت بريجننت او البيشنت عندها بليدنج دايتيسز، فانا مش هقدر اعمل كنترول وانا مش فتحاها كلها. لو البيشنت كارسينوما اوف جول بلادر اتفقنا لابروسكوبيك از كونترا انديكيتد. ولو البيشنت عنده تشست ديزيز بقى، البيشنت عنده سي او بي دي او البيشنت عنده هارت ديزيز، الفكره لو انا عملت انسفليشن يعني مليت البطن بالهواء هيرفع الديافرام، ممكن يخلي البيشنت ما يعرفش يتنفس كويس ساعه العمليه، فساعتها الافضل ان احنا ما نعملش اللابروسكوبيك كوليسيستكتومي. الادفانتجز بقى بتاعت اللابروسكوبيك كوليسيستكتومي اللي خلتها ذا ميثود اوف تشويس عن الاوبن، ان انا عندي اتس كوزمتيكلي بيتر، يعني شايفين الفتحات بعد اسبوع تقريبا من العمليه تكاد تكون مش موجوده، اكنها خربوش صغير فخلاص خفت. فعشان كده بدل الجرح بسيط فالبين هيبقى بسيط، فالبيشنت مش هيحتاج يستنى في المستشفى كتير، كلها يوم يومين. معنى كده ان البيشنت هيقدر يرجع لشغله بدري وحياته الطبيعيه بدري، وده مش هيعطل حياته او يأفكت دايره الحياه زي ما بنقول او الكواليتي اوف لايف. طيب ايه بقى الكومبليكيشنز بتاعت الكوليسيستكتومي؟ في كومبليكيشنز ملهاش علاقه بالبيليري سيستم، يعني كومبليكيشنز عامه ممكن تحصل بعد اي سيرجري. البيشنت قعد في السرير كتير فجاله دي بي تي، دي بي تي فكت فراحت عملت بالمونري امبوليزم. البيشنت من كتر القعده في المستشفى جات له ريسبيراتوري نمونيا. الووند ما ظبطناش كويس فحصل ووند انفكشن، والحته بتاعت الووند انفكشن دي كلها هتلاقوها في الشابتر بتاع السيرجيكال انفكشنز. الحاجه بقى related to the cholecystectomy شخصيا، عندي early وعندي late complications. The most common early complication in the laparoscopic cholecystectomy is bile duct injury. طب دي انا هصلحها ازاي؟ هصلحها انه لو ال bile duct injury دي، يعني انا خرمت ال bile duct من غير قصدي وال injury ده فتحة دي كانت صغيرة، ساعتها انا هعمل ايه؟ هركب له drainage، وال drainage دي شيل كل الليكج اللي حصل والفتحة صغيرة هتهيل مع نفسها. طب لو كان البايل داكت انجري كبيرة يبقى لا، لازم انا اخيطها بنفسي وساعتها لازم نفتح تاني. والحمد لله ان 25-30% من الحالات من البايل داكت انجريز بنكتشفها جوه اوضة العمليات فبنصلحها في ساعتها. الانفكشن، الانفكشن دي مور كومن مع الاوبن تكنيك عن اللابروسكوبيك تكنيك. ممكن اعور سيستيك ارتري، ممكن اعور الليفر بيد، ممكن اعور الرايت هيباتيك ارتري لو كان في انوميلي انا ما كنتش عامله حسابها اللي هي الكاتربيلر انوميلي فيحصل هيمريدج. ممكن اعور الاورجنز اللي حوالين جول بلادر، ممكن اعور الليفر، ممكن اعور الديودنم، ممكن اعور الرايت كولن او الاسندنج كولن يعني قصدي، فساعتها يحصل اورجن انجري. طب الليت كومبليكيشنز، في حاجه اسمها بوست كوليسيستكتومي سيندروم هنتكلم عليها. لو البيشنت عنده اي
كرونيك كاف او اي اورجانوميجالي، او البيشنت شال حاجه تقيله بعد العمليه او مشى كتير بعد العمليه، اي حاجه بتبريدسبوز انه يحصل كومبليكيشنز في الووند نفسها، ممكن يحصل انسيجنال هيرنيا. البايل داكت لو حصل لها انجري وما تصلحش، ممكن تهيل بفايبرس تيشو وتعملني بايل داكت ستركتشر، وساعتها احنا هنبقى محتاجين ستنت او باي باس للستركتشر ده. طيب نشوف بقى يعني ايه البوست كوليسيستكتومي سيندروم. بوست كوليسيستكتومي سيندروم يعني البيشنت بعد ما انا عملت لها كوليسيستكتومي، المفروض ان السيمتومز بتاعتها تروح، لا البيشنت سيمتومز بتاعتها ما راحتش، ما تحسنتش، وممكن كمان تسوء. ده ممكن يحصل في حالات البيليري ديسكاينيزيا، واكتشلي السبب احنا ما نعرفوش. بس كده، يا رب يكون كل حاجه واضحه. لو في حد مش فاهم اي حاجه يا ريت يقول، ممكن نوضحها تاني. It's okay. و thanks for listening. Good luck. Bye.